معايا طبعا ومعاكم المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. سيادة المستشار زي حضرتك، وبداية كده أبارك لك الأول على برنامج نادي الزمالك، وببارك لك على موسم كامل من مستوى مميز للعيبة نادي الزمالك، ومستوى مميز أيضا لنادي الزمالك سواء داخل النادي أو خارج النادي. قبل ما نتكلم في أي حاجة، مبروك يا سيادة المستشار. كابتن خالد شاكرين، بس انا مش موافق على الكلام اللي انت قلته دلوقتي في المقدمه. احنا مش هنضحك على نفسنا وعلى الجماهير. الزمالك ما كانش وحش، الزمالك لعب ماتش عالمي. الزمالك كان ممكن يكسب 10. صحيح. انما الرعونه والاستهتار والتغيير الخاطئ في الوقت الخاطئ، وانا بقول لكل جماهير الزمالك والبهوات اللي في الاستديوهات اللي كانوا بيتكلموا لما كنت بتدخل في لحظات الخطا، لا يا جماعه انا من حق اتدخل، لانه لما يكون عندي لاعب بقيمه ايمن حفني الماتش اللي فات جايب لي 3 بونج، والماتش ده ارميه في كده يعني على الدكه، اعتقد ان ده نوع من العند. هل عشان الجماهير نادت دايما؟ لا، مش عشان الجماهير نادت دايما، لا خالص. لان ايمن لاعب غصب عن اي حد من اللعيبه المحترمين المحترفين المحترفين اللي بيفيدك في اي وقت. طبعا ما تقوليش ماتش وعدي. انا ازعلش لو انا لعبت ماتش وحش واتغلبت او اتعادلت، انما لما العب ماتش عالمي واطلع بعد ما كنت ابقى الاول على المجموعه بتاعتي ابقى الاخير، لا انا هزعل وهطاق وهفرقع لكل الجماهير، لان انا قبل ما اكون رئيس نادي انا واحد من الجماهير. وبعدين خلي بالك يا جماهير مصر يا بتوع الزمالك المحترمين، هذا الرجل عندي، هذا الرجل عندي، وخده مني انا، وانا مش عايز احتك بيه ولا اصطدم بيه عشانكم، واقول ربنا يعدي الماتش ده على خير. كل ماتش ربنا يعديه على خير. على فكره احنا الاول عشان اللعيبه وعشان الفريق المنافسه مش جاهزه، خلي بالك يا جماهير الزمالك، بقول لكم تاني انا مش هحتك بيه، انما مش ممكن اخفاق في البطوله العربيه، اتغلب هنا الفريق تشادي 7 وراح اتغلب هناك 2، كينيا انا غالب اول واحد هدفت انا وبعدين اتغلب 4-2، ماتش ده سهل جدا، بلعب بالكعب وبلعب مش عارف، لا 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 لا، هو بيتفرج زينا، فانا مش هتكلم، انا هطق، انا بقول لك بصراحه انا هطق، وخلاص وصلت لمرحله من الانفجار. هو حضرتك بتطفشني وبتزهقني؟ ما انا مش فاهم، هو حضرتك مدبولي فين؟ هو حضرتك محمود عبد العزيز فين؟ هو حضرتك ايمن حفني فين؟ في لعيبه اقعد اقول لك فين فين فين؟ تمام؟ وبعدين هو حميد حداد ده مش هداف البطوله الافريقيه. يا كابتن خالد، هذا المدرب انا اتحايلت عليه ساعتين عشان فرجاني ساسي، ما كانش عايزه، ما كانش عايزه، انا يعني مش عايز اتكلم، اسال اسماعيل يوسف، ساعتين بيتحايل عليه، هل انت بتعمل التشكيل الغلط وتغير وقت غلط عشان تزهقنا؟ انا مش فاهم. انا ما ازعلش لو العيال كانوا وحشين. هو فعلا سياده المستشار النهارده اللي يضايق ان انت النهارده جالك كم من ويجي جون في الدقيقه 90، فده يا بيه انا مش عايز يا باشا، ده ما وصلت دقيقه 90 انا مش عايز اكسب 2-0، خلاص بقى عايز تحافظ على النتيجه، احافظ يا بيه على النتيجه. ده الراجل مش انا بقى اتكلم بقى هيسيبوه هو بقى يعني. بقى بص يا سياده المستشار، انت خلاص اديت الـ يعني الاشراف العام لامير مرتضى وهو ماشي كويس جدا. هو امير مرتضى ما هو برضه ما يسمعش كلام امير. انا فاهم، بس انا قصدي امير بيقاوم برضه. انا عارف ان انت برضه يعني امير بيقاوم، عارف يعني ايه بيقاوم؟ بيقاوم. طيب لانه متربي وابن ناس ومش عايز اصطدم بيه. بس عايز لكن في النهايه اتفضل. انا بقول لعيبتنا لعبوا من احسن مباريات النهارده. تمام؟ ومن احسن النتائج. يعني ماتش النهارده اسباب ما تديش للنتيجه، اسباب زي ما كل واحد بيقول لك ايه وانه بريء ومش عارف ايه وايه وعارف الاخر يديله حكم الاعدام. تمام، هو ده برضو اللي احنا شفناه النهارده. فانا بصراحه مش عايز اتكلم، انا زهقت، انا زهقت، لان الناس ما تعرفوش انا قعدت مع الراجل ده يمكن اكتر من 10 مرات. اللي في دماغه هو يا استاذ الفاضل حميد خالد بن طيب ده من احسن اللعيبه، ده الهداف بتاع البطوله الافريقيه ده هداف تصفيات المؤهله لكاس العالم للمغرب، منتخب هداف المنتخب المغربي يا عم حديد، ده هداف المنتخب المغربي مش مقتنع بحميد يا عم فرجاني يا عم حمد النقاز ما كانش مقتنع بيه
يعني انا زهقت، لكن انا عندي بقى دلوقتي عقده خلاص. بقول لك سياده المستشار، حضرتك رئيس نادي الزمالك من حقك ان انت تجلس مع الجهاز الفني وتحاسبهم وتتكلم معاهم، لان انت في النهايه مسؤول اول قدام الجمهور. يا استاذ الفاضل انا قلت له دي مؤسسه كبيره فيها مركب، انا رئيس المؤسسه مسؤول عنها كلها وانت مسؤول عن المركب ده. لو غير المركب انا اول، انا المسؤول عن المؤسسه كلها. صحيح، بس انا عايز اقول، بس انا عايز اقول يا سياده المستشار، لازم برضو انا اتكلمت في اول حلقه ان النادي الزمالك بيقدم موسم كويس جدا، بغض النظر بقى مين اللي بيقدمه ومين السبب، لكن في النهايه نادي الزمالك بيقدم موسم كويس. اي نعم الزمالك النهارده خسر، بس لازم نتعلم، يعني لازم الواحد يتعلم. انا متعلم الاتحاد السكندري في البطوله العربيه، انا متعلم من ماتش تشاد بتاع 2-0 لما ضربت هناك، انا متعلم من ماتش كينيا. لا مش هقعد اتعلم على طول. انا ما ينفعش اتعلم والبطوله شغاله، انا اتعلم في فتره المعسكرات. بس احنا عندنا فرصه يا سياده المستشار ان احنا ان شاء الله باذن الله نعود ونصعد من المجموعه دي ان شاء الله، يعني قصدي الفرصه ما زالت متاحه، يعني ده اللي انا بقوله. فعشان كده انا بتمنى ان الراجل ما يجاملش، ما يحبش، ما يكرهش. على فكره انت يا سياده المستشار تقريبا بتتكلم بلسان الجمهور، يعني كلنا حتى احنا كمحللين قبل ما نطلع على الهوا بنقول ليه ايمن حفني ما يلعبش، طب ليه الثلاث تغييرات اخر ربع ساعه او اخر 13 دقيقه، طب ليه الونش بدا مع انه ماتش يعني ماتش ما كانش كويس، ماتش جرماي بالظبط، لانه ونش طبعا لعيب كويس جدا بس هو محتاج وقت، ليه ما بتيجي محمد عبد الغني، ليه ايمن حفني يجيب لي جون ويكون سبب في فوزي، ليه ما ينزلش هو تغيير اول، يعني قصدي كل دي اسئله بيسالها جمهور نادي الزمالك وانا برضو بسالها في الاوضه المغلقه، بس ما عادش فيها ينفع مغلقه بقى. يا جمهور الزمالك والله العظيم انا الراجل ده كل ما يحصل حاجه اجيبه في المكتب واقعد اقول له بياخدني على قد عقلي، وامير بيكلمه بياخده على قد، هو اللي في دماغه بيعمله. وبعدين لو انت دخلت جمهور في ناس يقول لك شفت بقى اهو طفش الراجل ده الاول في الدوري، يا جماعه مش انا اخسر بطوله بعد بطوله، لكن ايا كان على فكره انا اول امبارح انا بجتمع بيهم كتير من غير ما تكون من اهلك، انا اجتمعت بالولاد قلت لهم انسوا الماتش اللي فات، الكونفدراليه هتبدا من ماتش بعد بكره اللي هو بتاع النهارده. صحيح تمام، خد 3 بونت، عندك الماتش بعديها 3 بونت، عندك 3 منتشر في ملعبك ب 9 بونت تمام، وخد لك بونتين بره بعد 11 بونت لحد الاول. ما ينفعش تبقى البدايه كده في الملعب يا جماعه، ما ينفعش. وجماهير رايحه وجايبين اتوبيسات، وبعدين عين نفسي يقول لي اتاخر مرتبه يوم او جهازه. ما لسه قايل ان نادي الزمالك يمكن اخر مكافاه النجوم خدها قبل الماتش. يا باشا بص، اخر مكافاه فلوس بتطلع له على سويسرا اول باول، هو وجهازه. قال لك عايز مدرب حراس مرمى معايا اجنبي، جبنا مدرب عربي جبنا اللي طلبه جبناه له. قعدت اتحايل عليه اقول له مع احترامي طبعا لايمن عبد العزيز وامير عزمي، انت عايز حد كبير عنده خبره، يعني ايمن برضو امير، انا بقول دول لمستقبل الزمالك. صحيح طبعا، بيتعلموا طبعا، بتاعه المقاصه والاهلي وافريقيا قبل كده، ويديك النصيحه ومش عيب تمام. لا مش عايز. طب يا عم جروس اللي انت بتعمله ده انت عايز توصل بينا لايه؟ فانا برضو بقول لاولادنا، لا الاولاد لعبوا ماتش النهارده محترم، ما اقدرش الومهم. صحيح صحيح، هو بس يعني كان الزمالك لازم يغطي الجون بجون تاني يا سياده المستشار. لكن انا بلوم بقى مين؟ اللي قاعد يلعب بكعبه، اللي شايف نفسه مش قادر، اللي فاكر نفسه صاحب الكوره في الملعب ومش عايز يباصي لزملائه، ده اللي الومه. اللي مستواه منخفض بقاله 3 4 ماتشات ومش عايز يقعد لغايه ما مستواه يرتفع عشان نفسه حتى، ده اللي الومه. طيب. انما بقيه الفريق طبعا لا موت نفسهم، واخد بالك؟ فانا بقول مش هو بقى ماتش النسيان، لا النسيان عندي في حساب عسير مع الراجل وجهازه والتلات لعيبه اللي انا قلت عليهم مش هقول اسماء. دينا كلها عارفاهم. تمام. انت يا ابني انت بتضيع جهد زملائك، الناس موته نفسها في الملعب. انا معايا كوره لو اديتها لحميد مثلا هو الجون هيجيب جون. انا فرصتي لما اجيب جون 70%، هو فرصته 99، اديها ل 99، وفي النهايه الفريق اسمه الزمالك اللي بيكسب مش فلان اللي بيكسب. بص يا سياده المستشار، افتكر كلامي ده وافتكر كلامي واول حلقه لينا، اعتقد ان شاء الله باذن الله الزمالك هيصعد من المجموعه دي وباذن واحد احد ان شاء الله، برجوله لعيبته كمان قبل اي حاجه، رجوله اللعيبه وطبعا بقوه دفع من مجلس الاداره. بس قبل ما اسيب حضرتك عايز برضو ابارك لك على البرنامج، على قناه المحور، على صديقك الدكتور حسن راتب، على كم المحللين اللي جايين، يعني احنا بنتكلم في اكتر
من 15 محلل على 15 ناقد رياضي على يعني لعيبه ومقدميه، ومعايا طبعا زميلي احمد جمال ان شاء الله يكون متواجد معايا بعد شويه وهيكون معايا طبعا في البرنامج. فانا عايز ابارك لك وعايز اشكرك انت والدكتور حسن رتب. لا لا، ولا احنا عايزين نشكر النائب محمد اسماعيل الصديق العزيز مستشار محمود عسال الاول، انهم استضافونا فتره كبيره في قناه الحدث. يمكن هم حاليا دلوقتي اعتقد هم مستمرين، يعني احتمال ناخد اليومين اللي احنا مش هناخده بين هناك. كل الشكر والتقدير والاحترام. اشكر الدكتور حسن راتب اللي يعني وفر كل الامكانيات انه يطلع البرنامج بشكل المحترم دون. وبعدين الناس لازم تعرف لما يكون معانا عبد الحميد بسيوني واحمد الكاس وسامي الشيشيني واسماعيل يوسف كمحللين يعني، وجمال حمزه واحمد كابتن احمد عبد الحليم كابتن طارق يحيى كابتن سامي الشيشيني كابتن مدحت عبد الهادي معانا كوكبه من نجوم الزمالك صحيح التحليل، معانا كوكبه من الصحفيين، معانا كريم ابو حسين، معانا ايهاب الفولي، محمد الشرقاوي، منتصر، عبد الشافي صوت، محمد الراعي، مصطفى جويلي، شادي عيسى، صحيح مجموعه متميزه جدا جدا، علي بركه وعلي بركه ومحمد رجب. ربنا انا خايف اكون نسيت حد، اولا ربنا يوفقهم باذن الله ان شاء الله. يعني ان شاء الله ان شاء الله نقدم احنا يعني يمكن انا قعدت مع حضرتك وكان توجهنا ان احنا عايزين نقدم برنامج بعيد عن التعصب تماما، احنا بننتمي نادي الزمالك وبنطالب بندافع عنه في الحق فقط وبنطالب بالعداله لجميع الانديه، وده هدفنا من البرنامج يا سياده المستشار. شوف انا بس عايز اقول كلمه في بدايه البرنامج يا كابتن خالد. اتفضل. محمود علاء زمالك اخو احمد علاء اهلي. صحيح. في بيت واحد. صحيح، عبد الله جمعه عبد الله جمعه وصالح جمعه. اكرم توفيق واحمد توفيق بس الاثنين مشوا. يعني عايز اقول انه لجمهور الاهلي والزمالك لعن الله من اشعل الفتنه، وقلت بيقول تاني الفتنه بدات يا جماعه. الاخ سيد عبد الحفيظ كلامي واضح لما ابتدى يقول هات حكام في حكم فلان للزمالك فاستفز جمهور الزمالك. لما قال الاهلي ده جبروت استفز جمهور الزمالك. لما اخ ابراهيم المنيسي والقيعي قال لك الاهلي ده دوله احنا الدوله استفز جمهور الزمالك. بس عشان عايز اقول للناس اللي بيقولوا عايزين نهدي، عايز اقول لك محمد صلاح خليك في انت في ليفربول بتاعتك وايدك تمام. يعني من فضلك انت لا عايش معانا ولا شايفنا ولا عايش عيشتنا ولا بتاكل اكلنا ولا بتشرب شربنا، واخد بالك؟ فمن فضلك يا كابتن احنا بنحبك، ابعد انت عن القصه دي عشان انت مش عارف القصه ماشيه ازاي. ادي واحد تمام. اثنين، الفوره اللي موجوده فوره والهيجان اللي موجود ده بعد الاخ احمد شوبير ما جه في اتحاد الكوره ما كانش في الكلام ده يا جماعه. يعني كان في مناوشات بيننا وبين الاهلي شويه، هو بيناوشونا شويه احنا نوشهم شويه، انما وجود احمد شوبير لما بتلاقيه قاعد في لجنه المسابقات وقاعد في لجنه الحكام وبعدين عايز يعمل نوع مدافع الاول عن النادي الاهلي برغم ان النادي الاهلي وقف بكاس ست اشهر لما غلط في الكابتن الكبير صالح سليم. فعايز اقول شوفوا اصل المشكله ايه. يعني انا خالد لما اقول في مكالمه تليفونيه اعتقد انها كانت مكالمه كانت على الهواء لتونس، خلوا بالكم من ولادنا صحيح الأهلي. والله والله يعني الناس احترامتك جدا يا سياده المستشار. تاني يوم يتعمل مني يتعمل ضدي بلاغ يا خالد من محمود خطيب، تاني يوم طيب بلاغ ضدي في النيابه. انا انا يوم. انا بس اللي انا عايز اقوله، انا عايز اقول ثانيه يا كابتن، اتفضل 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 يا سياده. فانا عايز اقول يا جماعه في ناس مش قادره على مصر بين مسلم ومسيحي. هيقدروا على مصر بين اهلاوي وزملكاوي. صحيح. فمن فضلكم انا اقدر اخاطب جمهور الزمالك العظيم. انا باسمكم بقول لكم من فضلكم لا تستجيبوا للاستفزازات. من فضلكم في كل بيت هتلاقي اختك اهلاويه واخوك زملكاوي، كل بيت هتلاقي كده. احنا مش عايزين نعمل فتنه في البلد. البلد مش ناقصه. بقول اهو للجمهور الزملكاوي وبقول شويه العيال اللي قاعدين على الفيسبوك، من فضلك انا ما بفرحش بالتريقه اللي تعملها على اهلي. انا ما بفرحش بالكلام ده. هو بيقول لك بيتريق علينا، يا عم سيبه يتريق هيزهق في الاخر. هو بيتريق على الدوله، بيتريقوا عليا، بيتريقوا على استاذ رئيس الجمهوريه، بيتريقوا على الدنيا كلها. دول عيال قاعدين فاضيه على الفيسبوك، عيال اعصاب مش متربيه. فبقول لجمهور الزمالك من فضلك البلد دي بلدنا كلنا. وقول الكلام دون وانا مش عايز حاجه من حد. انا بتكلم بصفتي السياسي مرتضى منصور. عضو البرلمان مرتضى منصور اللي انتخبني اهلاويه زي الزملكاويه بالظبط. خلي بالك. اقول لكم يا جمهور الزمالك انا ما اقدرش اخاطب جمهور الاهلي، لكن بخاطب جمهور الزمالك بقول له من فضلك اهدى وان شاء الله
نكسب البطولات ولا تستجيب للاستفزازات. جمهور الاهلي جمهور عظيم بس في ناس بتساله، وجمهور الزمالك جمهور عظيم بس في ناس بتساله، خلي بالك. فمن فضلك يا جمهور الزمالك يا عظيم، اي استفزاز تلاقيه على الصفحات والمواقع لا تستجيب له، خليك في ناديك، شجع ناديك، خليك ورا ناديك. زي ما النهارده طبعا بشكر جمهور العظيم اللي راح اكتر من 15000 بصراحه، راحوا تشجيع مثالي، ما حصلش غلطه واحده، خلي بالك. ده الجمهور العظيم اللي انا بحبه وبتمنى انه يكون مليان في المدرجات. فاقول تاني يعني ما تفرحنيش ان الاهلي عمل عليك مش عارف يسموه ايه، رحت انت عامل عليه زيها، مش هفرح بده. انا عايز اكسب النادي الاهلي في الملعب، صحيح، مش عايز اكسبه في قله الادب، صحيح صحيح. انا عايز اكسبه جوه الملعب يا جماعه، وعايز اكسبه في الطايره والسله واليد والقدم والسباحه والكاراتيه والجودو والتنس، تنس، ده اللي انا عايزه. صحيح. والاهلي الجمهور العاقل المتزن عايز يكسب الزمالك برضه في الملاعب، مش عايز يكسبه في قله الادب. صحيح، هي منافسه شريفه ما بين فريقين. انا بتمنى من جمهور الزمالك، بقول اطوي الصفحه بتاع لغايه امبارح، اطويها خالص وابتدى شجع فريقك، اقف ورا فريقك. وعلى فكره عايز تنتقد رئيس النادي انتقد، والقناه دي اللي انت فيها خالد وكل المجموعه، اي حد عايز يطلع ينتقد رئيس النادي يطلع ينتقدني، ما عنديش مشكله. انا مدي تعليمات لمجله النادي، يمكن هتجيب علي بركه في يوم من الايام، قلت له ممنوع ممنوع حد يمدحك او مين؟ ممنوع حد يمدحك، يعني بتقول كده ما معناها يعني. قلت له من فضلك يا علي ممنوع تسيء للنادي الاهلي في المجله. صحيح. في اخ صحفي محترم كتب مره اساءه، قلت له لا ده يتوقف. انا مش هكسب الاهلي في الشتيمه، انا عايز اكسب الاهلي في الكوره والرياضه. فانا بطلب اي حد عنده انتقاد، والقناه دي مش قناه المرتضى، دي قناه نادي الزمالك. زمالك. صحيح. الكاميرات هتنزل لاعضاء العاملين، هتسجل معاهم كل الالعاب، احنا اتفقنا هتبقى عندكم كل الالعاب. الكاميرات هتبقى مع اللعيبه في بيوت اللعيبه واسر اللعيبه، واخد بالك؟ هيبقى نادي، ده اسمه قناه نادي الزمالك، لا قناه مرتضى منصور ولا مجلس اداره. صحيح. واعمل المداخلات بدون ترتيب يا خالد، يعني انا بقول لك اهو تحط التليفونات، والله بقى كل عناهم بما فيه ينضح. صحيح. واحد على الاخر عايز يشتم ويقل ادبه، خلاص يا عم انا راجل مؤدب، اقول لك الله يسامحك، تمام، بعرف اخد حقي. انت بني ادم عايز تطلع تنتقد بادب شديد او ليك راي او ليك تحفظ، اطلع قول. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده يا سياده المستشار؟ ايه اللي بيضحكك؟ ايه الجمال ده؟ والله العظيم انت جميل قوي النهارده. وليه انت مش اول امبارح كنت عايش معايا؟ بشكرك يا استاذ مستشار، الله يخليك، الله يخليك. جمهور الزمالك يا عظيم، انتوا اعظم جمهور في الكون. من فضلكم خليكم ورا فريقكم. ان شاء الله. والحساب انا حاسب من بكره ان شاء الله في حساب. صحيح. واشكر لعيبتي على الاداء، بقول التلات لعيبه اللي انا مش عايز اقول اسمائهم لان ما يتجابوا في الاوضه يتقال لهم الكلام ده. من فضلكم ده نادي الزمالك. انتوا ضيعتوا سعاده الملايين بجماهير الزمالك النهارده. زمالك يا جماعه اعمل كعوب واعمل وما باصيش لزميلي وانا اللي صاحب الكوره، لما اكون انا بني ادم عندي ماتش استعراضي، لكن انا كنت عايز التلاته بونت. ان شاء الله هنوصل باذن الله. هنعدي اعتقد عندنا ماتش ام بي ان شاء الله الاسبوع اللي جاي تقريبا. صحيح. في نفس الوقت يا خالد انا بشكر اتحاد الكوره، بشكره جدا جدا على موقفه المحترم، انه اثبت ان في دوله في مصر وفي اتحاد محترم. فرض رايه على الجميع، واللي طلب بقى قال لك لو حصل كذا انسحب، احنا مستنيين. يعني انا في ماتش المقاصه قلت مش هلعب، لو تفتكر قعدت شهرين ما لعبتش. تمام. فانا بقول اللي بيهدد ينفذ تهديده. على العموم احنا ليس لنا علاقه بالاخر، احنا في النهايه نادي الزمالك. اخيرا مسؤولين عن قراراتنا احنا بس. اخيرا اخيرا يا خالد، اخيرا يا خالد، من خلال منبرك، من خلال قناه الزمالك، بقول كل الشكر والتقدير والاحترام للسيد تركي الشيخ على زيارته اولا للنادي وزيارته لمنزلي. كلكم كنتوا تقريبا موجودين. صحيح. واحنا ما طلبناش منه حاجه تاني، بقول تاني عشان بقول لك الكفيل، الراجل ده قاعد بالظبط ساعه يقول طلبات الزمالك ايه او طلباتك انت مرتضى ايه، كل اللي انا قلته كلمتين، من فضلك طلباتنا نطلع نتعشى فوق في الدور الثاني في فيلا في الدور الثاني. هو بقى مساهمته في سته في استاد الزمالك، مساهمته في قناه، مساهمته في لاعب اجنبي على اعلى مستوى بمبلغ معين، كل مساهمته في ملابس اللعيبه في اللي جاي، كل ده في اللي جاي طبعا لكل الشكر والاحترام والتقدير. وعلى فكره اللي بينافس الزمالك دلوقتي بيراميدز، شوف العلاقه بينه وبينه ايه. صحيح. وده اللي انا عايزه يبقى موجود، وان شاء الله هيكون موجود ما بين كل الانديه باذن الله. باذن الله ان شاء الله. اشكرك المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.